ازاي. الرسالة الأخيرة معانا، أريد علاج لحشرات الشعر، أنا عندي عدوى بالرغم النظافة، وأنا أم وخايفة على أولادي. ببساطة جدا، زيت اليانسون، زيت اليانسون هتدلك به فروة الرأس جيدا، هيترك على الرأس لمدة ساعتين ثم يمشط الشعر بمشط ضيق الفتحات. هتكرر هذه العملية 3 أيام من كل أسبوع، يعني الأسبوع ده 3 أيام، الأسبوع الثاني 3 أيام، مرتين هنجد نتيجة طيبة جدا بمشيئة الرحمن، وهنجد مفيش أي مشاكل بالنسبة